نروح للكابتن عمرو انور المدير الفني لشباب النادي الاهلي. الف مبروك يا كابتن عمرو. الله يبارك فيك يا اسام، ربنا يخليك يا رب، ومبروك عليك وعلينا وعلى جمهور النادي الاهلي. ما شاء الله نتيجه كبيره سباعيه. المباراه السابقه ايضا فوز على طنطا بنتيجه 5، النهارده فوز على النادي المصري بنتيجه 7. يعني ما شاء الله عاملين حاله في فريق شباب النادي الاهلي يا كابتن عمرو. الحمد لله طبعا، يعني المباراتين في وقت قليل جدا، يعني احنا لعبنا النهارده الحد، مباراه طنطا كانت الاربع، المباراتين كانوا خارج القاهره. يعني مباراه طنطا كانت على ملعب طنطا، النهارده انت عارف باللعب المصري في السويس، فالفتره الزمنيه قليله جدا وسفريتين، كون ان انت تقدر الحمد لله بمكسب كويس باداء جيد جدا بسكور عالي، حطينا الحمد لله النهارده في الصداره. انا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، تتحسب للعيبه وتتحسب للجهاز الفني الحمد لله. رجعتوا القاهره ولسه في الطريق يا كابتن عمرو؟ لا رجعنا الحمد لله. طيب الحمد لله على السلامه. عايز اروح بقى اكتر لتفاصيل المباراه، يعني نتيجه 7-3 اكيد، يعني النادي الاهلي اكيد كان مسيطر على مجريات اللعب. عايز اتعرف اكتر منك على تفاصيل المباراه النهارده. والله شوف، يعني هو اسامه احنا يعني على الرغم من البدايه اللي هي مش موفقه، يعني احنا دخل فينا جول في اول دقيقه في المباراه، وده يعني ده اللي انا بتكلم فيه، او ده اكتر حاجه بسطاني من اللعيبه النهارده صراحه، هم يعني ما حصلش حاله من الياس ولا من يعني الانكسار او حاله الانهزام، لا بالعكس، احنا يمكن بعد ما دخل فينا الجول بعديها بدقيقه كنا متعادلين، وفي خلال 20 دقيقة 25 دقيقة كانت النتيجة 4-1. كويس. فدي حاجة يعني حاجة تتحسب للعيبة، الثبات كان موجود، محدش انفعل، محدش ما كانش فيه تسرع، ما كانش فيه اندفاع، لا بالعكس، اللعبة كانت هادية جدا وقدرت إنها تنفذ بشكل كويس جدا. يمكن حصل بس كده لحظة كده عدم تركيز، دخل فينا الجون الثاني. ولكن برضه اللعيبه رجعت للملعب بسرعه، قدرنا نجيب الخامس ونجيب السادس والسابع، يعني يمكن حتى الهدف الثالث اللي دخل فينا كان في الوقت الضايع في نهايه المباراه في الدقيقه 92، ضربه جزاء ما لهاش اي اساس من الصحه، ولكن بقى انت عارف يعني احنا هنا في مصر التعاطف لما يكون فريق مهزوم بنتيجه كبيره الناس بتتعاطف معاه شويه او الحكم بيتعاطف معاهم شويه، فهو ده اللي حصل. يعني انا كنت بتمنى النتيجه يعني على قد ما هي كده، كنت بتمنى ان احنا ما يخشش فينا جوان النهارده، ولكن دي برضو هقول يعني دروس بنتعلم منها ونستفاد منها ان شاء الله في المرحله اللي جايه. تمام. احنا برضو عندنا ضغط مباريات، يعني احنا هنلعب يوم الاربعاء على طول مع وادي دجله، ويوم الاحد مع اسوان، عندنا ضغط، عندنا مباريات كتير في وقت قليل جدا. بتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا الفتره اللي جايه نقدر نحافظ على المكسب بتاع النهارده وعلى التصدر بتاع البطوله، ونقدر ان شاء الله ان احنا نوسع الفارق ما بيننا وما بين المنافس اللي معانا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. احنا هنا في برنامج الاشبال كابتن عمرو عاملين فقره اسمها لاعب فريق المستقبل، بناخد يعني 11 لاعب، بنقدم كل لاعب كل حلقه لفايلر عشان نقدمه للفريق الاول. ابتديناها الحلقه اللي فاتت بلاعب شباب النادي الاهلي محمد فخري، ما شاء الله اللي بيعيش فتره ما شاء الله، المباراه اللي فاتت بيحرز 3 اهداف في طنطا، والنهارده كمان 3 اهداف في فريق المصري. يعني شايف محمد فخري السنه دي ازاي؟ يعني خاصه ما شاء الله بيقدم مستويات هايله مع فريق شباب النادي الاهلي. لا هو زي ما انت قلت، هو طبعا يستحق ان يكون موجود طبعا في التشكيل اللي انت عامله، وهو فعلا زي ما انت بتقول هو مقدم موسم استثنائي لحد دلوقتي. يعني هو النهارده لما يكون لعيب بيلعب في نص الملعب او لاعب صانع لعب يقدر ان يكون هو هداف الفريق، يعني النهارده فخري تقريبا جايب حوالي 8 تجوان او 9 تجوان، متصدر هداف البطوله. بالظبط بالظبط، فدي حاجه تتحسب له. بيأدي بشكل مميز جدا، ايجابي جدا في الملعب. انا يعني الفترات اللي هو بينشط فيها الفريق كله في دخلته كويسه جدا. تحركات، يعني لاعب عنده قدره على استيعاب التعليمات وتنفيذها بشكل دقيق جدا، تحركاته بدون كوره والكوره في منتهى الخطوره. يعني انا عايز اضيف حاجه بقى كمان على موضوع الاهداف، وان هو هداف الفريق وان هو هداف الدوري. لا ان هو النهارده مش النهارده، يعني هو على مدار المباريات اللي فاتت كل مباراه ليه بصمه، حتى المباريات اللي ما بيحسش فيها اهداف بيصنع فيها اهداف. تمام. فدي برضو حاجه اضافه ليه هو،
اتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله انه يكون متواجد مع الفريق الاول، الجهاز بتاع الفريق الاول يتابعه ويشوفه ويديله فرصه، ممكن هو يكون موجود معاهم ان شاء الله في المعسكر اللي جاي مع فتره الاعداد ده. فاعتقد ان دي برضو حاجه هتفرق معاه كويس جدا وهتفرق معانا ان شاء الله. حسب معلوماتي ومصادرنا ان شاء الله اكيد في عدد من لاعبي الناشئين في النادي الاهلي وقطاع الناشئين هيكونوا متواجدوا خلال المعسكر الامارات اللي جاي. انا عارف ان الكابتن عمرو دايما بيهتم بالكور الثابته، النهارده 7 اهداف فيهم هدف من كره ثابته ولا ايه؟ في الجون الاول كان ضرب الجزاء. ضرب الجزاء. انما بقيه الاهداف كانت يعني جمل تكتيكيه ملعوبه واتأدت بشكل كويس. انا عايز اقول لك على حاجه يا اسامه، النهارده انا لولا ان انا لاعب ماتش قريب جدا اللي هو بتاع طنطا وعندي ماتش كمان يومين، كنت يعني كنت ضغطت على اللعيبه شويه بحيث ان احنا نزود، ان احنا بعد ما جبنا الجون السادس كان تقريبا خلاص فاضل على المباراه حوالي 30 دقيقه. اللعيبه انا طلبت ان اللعيبه الاستحواذ بالكوره وان عدم الجري، وان عشان احنا يعني كمان 48 ساعه هنلعب مباراه مهمه جدا ومباراه قويه جدا وعلى ملعب نجيل صناعي، انت عارف المجهود اللي بيبقى مبذول على الملاعب بتاعه النجيل الصناعي. انا حتى طلبت ان اللعيبه النهارده خلاص استهلاك الوقت بالاستحواذ على الكوره على اساس ان احنا نقدر نريح نفسنا شويه ونقدر نروح على المباراه بتاعت وادي دجله واحنا في كامل لياقتنا البدنيه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للكابتن عمرو انور وفريق شباب النادي الاهلي. الف شكر. نروح لفاصل وبعد الفاصل